كيجي واحد كيقول لك راه شفت النبي عليه الصلاه والسلام في الرؤيا، مزيان الله يتقبل، نسال الله يجعلها لنا ولك بشرى خير. كتقول ليه النبي عليه الصلاه والسلام كي داير في الرؤيا؟ كيقول لك ما شاء الله واحد اللحيه بيضاء وواحد الرزاء. عاد ملي بدا باللحيه بيضاء كتقول ليه صافي الله طيب يجازيك بخير. الله اعلم ماذا، ربما شي باك جدك ولا شي حاجه ولا شي واحد قديم ولا عماك ولا شي واحد من الصالحين ربما شفتيه تستانس بتلك الرؤيا، اما هو راه هذاك راه ليس برسول الله صلى الله عليه وسلم. غتقول لي لا راه وقف عليا وقال لي راه انا رسول الله، قلت له شي واخا يقول لك انا والله. لا تصح رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم في المنام الا ان كان وصفه في المنام او الصوره التي رايتها في المنام مطابقه لما جاء من وصف لما جاء في وصفه الذي نقل الينا بتواتر الصحابه رضي الله عنهم، بالتواتر عن الصحابه الى التابعين الى التابعين الى ان بلغنا. اذا شوف التصور هذا، وراه هذا جر واحد العدد ديال عباد الله انهم خسروا شي حوايج في الدين ديال سيدي ربي. لانه واحد كيجي عنده واحد بهاد اللي ولا اولا كيقول لك مثلا النبي عليه الصلاه والسلام راه جا لابس واحد الكوستيم وراه تبارك الله كان مكرط وجهه ما فيه الزغبه وزوي، ماشي رسول الله عليه الصلاه والسلام، باش مابقاوش داخلين في التفاصيل بزاف، ماشي النبي عليه الصلاه والسلام. اقبح منه هو ملي كيقول لك واحد راه شافت النبي عليه الصلاه والسلام وقال لي انا قلتي هذا الذكر 83 مره نهار الجمعه ما بين المغرب والعشاء، وصليتي وراه واحد اربعه الركعات، في الركعه الاولى تقرا كذا وكذا وكذا، وفي الركعه الثانيه تقرا كذا وكذا وكذا. الا درتي هذا الشيء اسيدي عندك بحال حجيتي 560 مره واعتمرتي 380 مره، وبحال استشهدتي في غزوه احد 16 مره، وبحال تصدقتي ب 18 كوربه ديال لافوكا 330. هذا الكلام الفارغ، عرفتي هذا السيد اش تيقول؟ عرفتي هذا السيد اش تيقول؟ هذا السيد تيقول لنا باللي راه الوحي اللي نزل على النبي عليه الصلاه والسلام نزل ناقص، وهذا الطرف هذا اللي مرتب عليه هذا الاجر بقينا كنتسناو الامه بقات ضايعه فيه لمده 14 قرن او 13 قرن او 12 قرن على حسب هذا السيد في اشمل مرحله من التاريخ، وبقى الوحي ناقص حتى وصل هذا السيد وسيد ربي نزل ليه هذه القيطه هذه باش كمل لينا الوحي. فاللي كاين هو انه اتهم النبي عليه الصلاه والسلام وحده من هاد جوج موبقات، كل وحده فيهم الله يستر تخشي في جهنم. اما ان النبي عليه الصلاه والسلام بلغه الوحي ناقصا، هو بلغنا عليه الصلاه والسلام كل شيء داكشي اللي وصلوا، لكن بقاو شي طروفه ناقصين، وهذا فيه اتهام للرب عز وجل انه انزل وحيا ناقصا على رسوله، في حين انه قال لنا في القران الكريم اليوم زيد الفخير اكملت لكم دينكم. كيفاش اكملت لكم دينكم اليوم يوم عرفه 9 ذي الحجه يوم الجمعه في السنه 11 السنه 10 للهجره، ويجي واحد يقول لك حقا اولا الرساله راه نزلت كلها كامله على النبي عليه الصلاه والسلام، لكن النبي عليه الصلاه والسلام ما عطاناش كل شيء. اما اتهام له بالنسيان في تبليغ الرساله وحشاه صلى الله عليه وسلم، اما اتهام له صلى الله عليه وسلم بخيانه الامانه بعدم تبليغها كامله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. وكل وحده فيهم كنقول لك تخشي في جهنم. اذا ما بقاتش القضيه في انه شي حوايج كيعجبونا وتنشطوا فيهم وتنقولوا حقا وفي الاخر غادي نقولوا راه حنا نقتدي بالنبي عليه الصلاه والسلام، لا ابدا هذا لا يصح. الحديث عن النبي عليه الصلاه والسلام يستلزم منا عزما جادا وقرارا صريحا وواضحا لكل واحد منا ان منطلقه الان ماشي غدا ماشي حتى نهار الاثنين الجاي ماشي وراء العطله ماشي منطلقه الان الان ان يجدد امرا مهما في علاقتنا بالنبي عليه الصلاه والسلام، الا وهو التوبه الى الله عز وجل من تقصيرنا في اتجاهه.